المجري هذا اللي قال اللي نبوا نديروا نحلوا ملجا للهني يطبقها في بلاده، بس القرار هذا يديره في بلاده، كان عنده امكانيه يديره في بلاده، ولا كوبلر حتى هو يديره في المانيا. اتمنى يديروا الشيء هذا في بلادهم، بعد يديروا في بلادهم نحن ممكن نقتدوا بهم. من اللي يرضى بيها واحد مواطن يجيه واحد من برا ويقعد معه على ارض هنيه؟ ما يرضى بها حد الا العميل معاهم. بالنسبة للي يجوا كلهم يعني أغلبيتهم يا أفارقة من دول أفريقية، يا الحل ما يكمنش في أنك تدير لهم كامب هنا ولا تدير لهم معسكرات يعني، فالمفروض يديروا لهم حل في بلدانهم يعني، المفروض أن بلدهم هي اللي تدير حل يعني، توفر لهم عمل، توفر لهم سبل الراحة، توفر لهم سوشيال سيكيورتي اللي هي الضمان الاجتماعي مرتب على أساس أنه يقعد في بلاده. لكن نحن دولة عبور ما عندناش ليبيين يهاجروا، أغلبية كلهم حتى اللي يغرقوا في البحر والله يمسكوا فيهم في المعسكرات متاع اللاجئين أغلبيتهم أفارقة أو أجانب يعني، ما عندناش ليبيين يعني بصراحة. يعني لهالدرجة يعني وصل مستوانا يعني أن نحن حتى المجر تتدخل فينا يعني حاجة. أنا نقول هيك تدخل سيادة ليبية ولا؟ وقرار من عندهم هم يعني مش من عندك أنت ولا؟ هذا رأينا نقول، أنه هو ما يفرضش علينا يعني بصراحة في ليبيا بالذات هو يعني.